في الخطية امسكوني قدام يسوع، أوقفوني كان قصدهم يرجموني، وبقوتهم يقضوا عليا. لما يسوع نظر إليا وأنا كنت عايشة في الخطية، قلبه تحنن عليا بتوبة، توبة يا ناس، توبة 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 يا ناس عن الخطية. قالوا ناموس موسى أوصانا، وصية واضحة أعطانا، نحكم بشدة لا نتوانى، وقولا كيف الشقية. لما يسوع نظر إليا وأنا كنت عايشة في خطية، قلبه تحنن عليا بتوبة، توبة يا ناس، توبة 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 يا ناس عن الخطية. يسوع انحنى إلى أسفل، وكل واحد بقى يسأل، وقف وقال مين في الأول يرجم ويكون بلا خطية. لما يسوع نظر إليا وأنا كنت عايشة في خطية، قلبه تحنن عليا بتوبة، توبة يا ناس، توبة 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 يا ناس عن الخطية. ضمايرهم قامت ولمتهم، وبشدة كانت تؤنبهم، الشاب مع العجوز منهم خرجوا بقيت مستنية. لما يسوع نظر إليا وأنا كنت عايشة في خطية، قلبه تحنن عليا بتوبة، توبة يا ناس، توبة 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 يا ناس عن الخطية. يسوع بحبه سامحني، غفر لي ذنبي وفرحني، قوة في جهادي وهبني، وسلامه الكامل منحني. لما يسوع نظر إليا وأنا كنت عايشة في خطية، قلبه تحنن عليا بتوبة، توبة يا ناس، توبة 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 يا ناس عن الخطية. Thank you.
مكتبة البابا كيريلوس بشبرا لصاحبها ومديرها الشماس بولس ملك. المكتبة ترحب بكم وتسعد بزيارتكم. 5 شارع البعثة خلف مكتبة المحبة بشبرا. قسم الهدايا، هدايا عامة وهدايا مدارس الأحد. لدينا تشكيلة رائعة من هدايا مدارس الأحد مثل الميداليات والصلبان والسلاسل والأنسيالات والبازل والأقلام والمجات المزينة بصور القديسين والبراويز الصغيرة والصلبان الجلد وصور القديسين مزودة بسيارهم للدروس الخاصة بأعيادهم وكتب المناهج وغيرها الكثير والكثير لخدمة مدارس الأحد. كما يوجد لدينا مجموعة جميلة من الهدايا العامة مثل تماثيل البورسلين والبراويز والساعات وصلبان التعليق بأحجام وأسعار مختلفة. قسم أدوات الكنيسة، الأدوات المعدنية واحتياجات المذبح. لدينا جميع أدوات المذبح المعدنية مثل أطقم المناولة، الكأس والصينية والمستير والقبة، وأطقم أكواب صرف التناول المعدنية والدفوف بمقاساتها المختلفة، والترينتو والبشارة، وأطقم مفارش المذبح والصلبان المعدنية، وأطباق الحمل وبيض النعام، وأختام القربان وأختام فطير الملاك. الآن لدينا البخور اليوناني بسعر لا ينافس، كما يوجد لدينا البخور المعطر والعادي والشمع والأبركة من إنتاج الأديرة المختلفة، وكراسي المذبح المصنوعة من الأكليريك المضيء بصور القديسين المختلفة، وأيضا كراسي المذبح الخشبية. من فضلك اسأل عن سعرنا قبل الشراء وستجد المفاجأة. قسم المطبوعات، كتب، صور، نتائج، اسطوانات سي دي ودي في دي. نحن نقوم بطباعة الكتب والنتائج والتقاويم وكروت المعايدة وشهادات التقدير والصور وكافة المطبوعات الورقية وطباعة الاسطوانات وكل ما يخصها، ونقوم بعمل الميداليات التذكارية للمناسبات المختلفة والبادجات وأي أشياء أخرى تحتاجها الخدمة بأرخص الأسعار وأجود الخامات وأجمل التصميمات. ولدينا أشهر وأعظم الفنانين المسيحيين لرسم الصور بالكنائس بأسعار لا تنافس، بدون عمولات ولا تدخل مادي في شيء، وننفرد بصور القديسين مكتوب عليها سيارهم ومدائح تمجيدهم. سعرنا يصل إلى 50% في بعض الأحيان. قسم ملابس الكهنوت، أسعارنا وجودتنا لا تقبل المنافسة. يوجد لدينا تشكيلة رائعة جداً من التونيات والبدرشيلات للشمامسة وملابس الخدمة الكهنوتية للأباء الأساقفة والأباء الكهنة من السدرات والبرانس والطيلسانات والعمم. كما يوجد لدينا أيضاً أفضل الأشكال والخامات من لفائف وإيشربات التناول. من فضلك اسأل عن سعرنا قبل الشراء وستجد المفاجأة. قسم المناسبات، العزاء، أسعارنا وجودتنا لا تقبل المنافسة. نحن متخصصون في عمل الهارد كفر بصورة المتوفي وبياناته للكتب القيمة التي تختارونها، كما نقوم بعمل علبة قيمة للكتاب بأرخص سعر للهارد كفر والعلبة لأنها فكرتنا نحن أصلاً، ونقدم لكم أرخص سعر لشنط العزاء لأنها من إنتاجنا. كما يوجد لدينا مجموعة جميلة صلبان وبراويز وكريستالات وطبلوهات وهدايا بورسلين والكتب والإسطوانات والساعات وكافة الأفكار الجديدة. سعرنا يصل إلى 50% في بعض الأحيان. إصدارات الشماس بولس ملاك، إسطوانات، كتب، شرائط كاسيت، إسطوانات ترانيم روحية،
وترانيم وتماجيد القديسين ومدائح روحية وكنسية وطقوس ألحان الكنيسة والتسبحة بالقبطي والعربي والأجبية مسموعة والكتاب المقدس مسموع، بالإضافة إلى سلسلة كتب معجزات عجيب هو الله في قديسين لمعجزات البابا كيريلوس ومجموعة كتب سير القديسين وبعض الكتب التأملية من إنتاجه. لسنا الوحيدون، ولكننا بالجودة والأمانة متميزون. سويا سنحارب الاستغلال في مجال النشر والمطبوعات والهدايا المسيحية. المكتبة ترحب بكم وتسعد بزيارتكم. 5 شارع البعثة خلف مكتبة المحبة بشبرا. للاتصال تليفون أرضي 02-25-74-5987، موبايل 012-24-57-9072.